فيديو لسيرين عبد النور ووالدتها قبل وفاتها يبكي الآلاف، بدت بوجه شاحب وعلقت الفرج قريب إن شاء الله. كاملة وكنت شو نقي أطول غنية يعني شي لأكيد لست وردة لأن الماما كتير بتحبها. غني لي شي لوردة اليوم كمان. أمال أنا إيه؟ قل أنت أنا إيه؟ اختار لي بري وانا رسالي. انتشر بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية مقطع فيديو يجمع الممثلة اللبنانية سيرين عبد النور ووالدتها الراحلة قبل وفاتها، حيث بدت الأخيرة بوجه شاحب ووجهت رسالة مؤثرة للمتابعين. وفي التفاصيل يبدو أن هذا الفيديو كانت قد شاركته الفنانة سيرين عبد النور في وقت سابق على حسابها عبر إنستغرام، وتحديداً في الفترة التي كان يواجه فيها البلد جائحة كورونا، إذ ظهرت سيرين مع والدتها من منزلها وراحوا يدعون المتابعين للبقاء في بيوتهم. وقالت والدة سيرين في الفيديو الفرج قريب إن شاء الله. عم جرب إقنعها بهالمنظر أنا وياها إنه ناخد صورة بس لنعيد العالم ونقول إنه أنا بدي عيد أمي والله يخلي لي إياكي ماما. الله يخلي لي إياكي ماما. وميرسي لكل شيء بتعمليه كرمالي، رغم إنه أنا أوقات هيك بكون شوي مجنونة من وراء ضغوطات شغلي، قد إيه بتتحمليني بتهتمي لي بولادي. الله يخليكم يا ماما تخبروني أنتم كلكم. وشو بدي أقول لكم كمان؟ مين عاد على كل أم بالعالم، وما تواخذونا على مناظرنا بالبيجاما بالبيت، وخليكم أنتم كمان بالبيت. بتكتيلي الوشي؟ لا خليكم بالبيت وحافظوا على حالكم والفرج قريب بإذن الله إن شاء الله. باي باي. الفيديو لاقى تفاعلا كبيرا بين المتابعين الذين عبروا عن حزنهم لفقدان سيرين عبد النور لوالدتها، متمنين لها الصبر والسلوان ولوالدتها الرحمة. هذا وكانت فوجعت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور أمس بوفاة والدتها اليونانية بعد صراع مرير مع المرض، حيث أعلنت الخبر في صورة نشرتها عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر إنستغرام، ظهرت فيها برفقة والدتها في آخر ظهور الأخيرة من المستشفى قبل وفاتها، حيث أرفقت سيرين الصورة بالتعليق التالي: إلى اللقاء يا أمي يا حلوتي. بالكوليس شفت والدتك كتير حلوة. وين أمك يا سيرين؟ والدتها لسيرين يونانية الأصل اسمها سيلفي. مزبوط. كتير حلوة. فت بسلم عليها لسيرين، فت قلت مرحبا، قلت لها انت امها؟ زيت الرياكسو انا عملت هيك سألها. ولاحقا تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ورقة النعوة، حيث تم تحديد موعد الدفن يوم غد الثلاثاء الساعة 2 بعد الظهر في كنيسة مارن الأولى للروم الأرثوذكس في الأشرفية. وتفاعل عدد كبير من الفنانين ومحبي سيرين مع هذا الخبر المحزن، حيث انهالت التعليقات والتغريدات التي تواسيها في مصابها وتتمنى لها الصبر على فقدان والدتها. كان بدي مين يخفف عني بس ما كان يعني ما في حدا يخفف عني، لأنه الكل بيبقى متكل على الأم، الأم هي الأساس بالبيت وبكل شيء بيصير. وأبرز الذين واسوا سيرين كانت الممثلة اللبنانية ماجي بوغصن التي كتبت في تغريدة على حسابها عبر منصة إكس: الله يرحم والدتك سيرين، العمر إلك ولعائلتك، كاس مر كتير، الله يصبركن وتكون نفسها بالسماء. وكان لافتا أيضا تعليق الممثلة اللبنانية نادين نسيب جيم التي كتبت في تغريدة: زعلت لخبر وفاة والدة سيرين عبد النور، الله يرحم والدتك وتكون نفسها بالسماء ويعطيك القوة والصبر على فراقها، العوض بسلامتك وسلامة عائلتك.